يحظى قطاع المواصلات والاتصالات باهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وهو ما أسهم بالارتقاء بمنظومة البنية التحتية للنهوض بمملكة البحرين. And the ports are the infrastructure and our connectivity to the world, whether that be physical infrastructure in aircraft and whatnot, or the digital infrastructure that we need so that we can compete on an equal footing with any other geography that is known to us. اهتمام بالبنية التحتية وارتقاء بشبكات الاتصالات والمواصلات على مستوى مملكة البحرين ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والتي ساهمت في العملية التنموية بجانبها المتعلق بالبنية التحتية التي تخدم مصالح مملكة البحرين في كل النواحي. ومن أبرز المشاريع التي أشرف عليها سمو ولي العهد رئيس الوزراء مؤخرا هو مشروع توسعة مطار البحرين الدولي كنقطة انطلاق من البحرين إلى العالم، إذ أكد سموه أن المشاريع التنموية الكبرى التي يتم العمل على تنفيذها ستواصل تعزيز موقع المملكة الريادي في العديد من القطاعات الحيوية. التحديث والتطوير للمشاريع وبحسب نظرة سمو ولي العهد النيرة سيرفد البنية التحتية للمملكة بما يتناسب مع المعايير العالمية، حيث أن الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي سوف يعزز من دور القطاع اللوجستي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسيا للنمو ويجعل من البحرين مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية. وبموازاة ذلك حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على تأمين شبكات الطرق والمشاكل المرتبطة بها، وهو ما تجسد بإشادة المواطنين بتوجيهات سموه لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة ضمن المشاريع قصيرة المدى. رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله كانت ولا تزال تسهم في رفعة البحرين عالميا، إذ حصلت المملكة على المركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات TII التابع لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية EGDI بحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. وهذا الإنجاز يأتي ضمن توجيهات ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء منذ البدء في تنفيذ الإصلاحات في قطاع الاتصالات مع بداية القرن الحالي. اتجاه واضح المعالم برؤى وتوجهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وميدان يوجه به ويشرف عليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بروح وطنية محبة وعاشقة للإنجاز. وما الهدف إلا النهوض بالبحرين بسواعد أبناء البحرين الذين يشكلون فريق البحرين.